في موضوع ال 11-1 كابتن، خبرنا قصة هذه النتيجة. بديون شيء معين، طيب أمتى صار كلاسيكو؟ متى سمي كلاسيكو؟ في البداية كما قلنا أنه الليغا بدأ سنة 1929 لغاية ما بدأت الحرب الأهلية 1936 واستمرت 3 سنوات لغاية 1939. الفريقان لم يفوا، يعني برشلونة فاز فقط مرة واحدة باللقب بطل الدوري وريال مدريد مرتين، وبالتالي لم يكونا وحدهما في الساحة، لم يكن هناك كلاسيكو على الإطلاق. بدأت الحرب الأهلية وانتهت 1939. خلال الحرب الأهلية قوات الجنرال فرانكو دخلت إلى أقليم كاتالونيا وقتلت الألاف، وبالنهاية من ضمن المباني التي هدمت جزء من نادي برشلونة، من استاد نادي برشلونة. بالتالي هناك كراهية استثنائية ما بين هذا الإقليم الكاتالوني وما بين السلطة المركزية في مدريد، وكان له أثر كبير جدا. المهم من بين هذه الآثار أنه في نهائي كأس إسبانيا يوم ما 1943 فاز برشلونة على أرضه ذهابا ب3 أهداف مقابل لا شيء. تريد السلطة في مدريد أن يفوز ريال مدريد باللقب، لقب بطل كأس إسبانيا. يقال تم ترهيب اللاعبين داخل غرفة الملابس بواسطة الشرطة العسكرية، وبالتالي مع هذا الترهيب ومع التحكيم ومع انتهت المباراة ب11 هدف مقابل هدف واحد لمصلحة ريال مدريد. السياسة دخلت بقوة استثنائية. أريد أن أشير إلى شيء معين، أنه من بعد ما انتهت الحرب الأهلية انتهت، ما الذي حصل بعد ذلك؟ احتكر برشلونة اللقب إلى درجة كبيرة، وخلال تقريبا 10 مواسم من بعد ما انتهت الحرب الأهلية 1939 فاز باللقب 7 مرات برشلونة من دون أن يفوز ريال مدريد بأي لقب. يوما ما جاء على رأس النادي شخص اسمه سانتياغو برنابيو. هذا البرنابيو كان لاعبا قديما في النادي، ومن ثم انتخب رئيسا او عين رئيسا لريال مدريد. لماذا؟ اشتبك جماهير الفريقين عام 1943، فقررت الحكومة المركزية ان يقصر رئيس هذا النادي وذاك بسبب هذه الاحداث الامنية. عين سانتياغو برنابيو رئيسا، وبالتالي سانتياغو برنابيو قدم لريال مدريد 16 لقب في الدوري، 6 ألقاب في دوري أبطال أوروبا، و6 ألقاب في كأس إسبانيا. لماذا؟ لأن هذا البرنابيو الذي أنشأ الاستاد الجديد ومن ثم سمي باسمه عام 1955 جاء بألفريدو دي ستيفانو، وكان ألفريدو دي ستيفانو محطة استثنائية في تاريخ ريال مدريد. ألفريدو دي ستيفانو هاي قصة يعني لا تكرر بالتاريخ. بالتالي نتعرف عليها قصة ستيفانو. عام 1933 كان آخر لقب لريال مدريد في الدوري. عام 1953-54 في اليوم الموسم الأول لألفريدو دي ستيفانو في ريال مدريد انتزع اللقب بعد انتظار 21 سنة تقريبا، وبالتالي 5 ألقاب متتالية في دوري أبطال أوروبا بواسطة ألفريدو دي ستيفانو، ومن ثم بوشكاش وخنتو وديلسول وريمون كوبا. علامة فارقة ألفريدو دي ستيفانو هون كمان صراع كبير جدا. لماذا؟ ألفريدو دي ستيفانو الأرجنتيني جاء إلى كان ينتمي إلى نادي ريفر بليت بالإعارة لنادي آخر من كولومبيا اسمه ميلو ناريوس. الآن برشلونة اتفق مع ريفر بليت لكي يضم ألفريدو دي ستيفانو، وريال مدريد اتفق مع النادي الآخر الكولومبي وهو ميليوناريوس لكي يضم. فوقع لكل من الناديين وقع انه الاستغناء عن دي ستيفانو. طيب لمين دي ستيفانو حيكون في نهاية المطاف؟ لجأ الاسبان لجأوا الى الاتحاد الدولي لكي يحل هذه المعضلة. فقرر مندوب الاتحاد الدولي أن يلعب ألفريدو دي ستيفانو موسمين أولين مع ريال مدريد، ومن ثم موسمين مع برشلونة، وأخيرا يتفق الناديان إلى أين هو المصير النهائي. إذا هي قصة قصة غريبة جدا لا يعلمها إلا القليل. وبالتالي رفض مجلس إدارة برشلونة هذا القرار أو هذا الخيار، واستغنى عن دي ستيفانو. صار دي ستيفانو ملكا لريال مدريد، وبسبب إنجازات سانتياغو برنابيو الذي أحضر هذا اللاعب ومنذ موسمه الأول، وفي أول مباراة لدي ستيفانو ضد برشلونة فاز ريال مدريد ب5 أهداف مقابل لا شيء، وسجل هو 2 هدف. تكريما لهذا سانتياغو برنابيو أطلق على استاد ريال مدريد اسم سانتياغو برنابيو.